محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بزيارة لمدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج لتفقد أعمال المرحلة الثانية من تدريب المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30,000 معلم من أبناء المحافظة، والبالغ عددهم نحو 1,171 معلم بالإدارات التعليمية للتأهيل البدني والذهني من خلال برنامج التربية البدنية، ويتم إعدادهم للاختبارات التي ستجرى لهم خلال المرحلة المقبلة. التفاصيل مع الزميل عبد الفتاح الدقيشي. تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يرافقه الأستاذ ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ محمود عجمي مدير عام التعليم الفني. تفقدوا ختام أعمال المرحلة الثانية من تدريب المعلمين الجدد في مسابقة 30,000 معلم، والبالغ عددهم في محافظة سوهاج نحو 1,171 معلم بمختلف الإدارات التعليمية، والذي استمر 3 أيام متتالية لتدريبهم على الولاء والانتماء للوطن وكيفية توظيفها داخل الفصول مع الطلاب، والتأهيل البدني والذهني للمعلمين الجدد للتأكد من السلامة البدنية للأداء الوظيفي كمعلمات رياض أطفال ومعلمات فصل وكيفية رفع مستواهم البدني. يمكن دي المرحلة الثانية من تدريبات التأهيل للسادة المرشحين لوظائف التعليم. المرحلة الثانية هي بتعتمد على رفع اللياقة البدنية والذهنية لبناتنا وولادنا المرشحين كمدرسين جدد للتعاقد. يمكن طبعا الوضع بالنسبة لولادنا وبناتنا غريب شوية، ان هم يشوفوا النوعية دي من التدريبات. انما في الاخر بنقدر نقول ان تدريبات اللياقة الذهنية والبدنية هي من التدريبات المعمول بها في كل تقريبا المؤسسات. النهاردة يمكن كان اليوم الرياضي، كان اليوم الثاني. اليوم الرياضي كان المقصود منه التأكد من قدرة ولادنا على ممارسة يوم عمل شاق يمكن بيبقى في الحصص وداخل الفصول. يعني بتوجيهات طبعا معالي الدكتور الوزير، كنا بنطمن ان ولادنا عندهم من اللياقة البدنية اللي تأدي التعليم في حصصهم. بكرة بإذن الله هيبقى اليوم الثالث، وده بيعتمد على يمكن اللياقة الذهنية أكتر منه اللياقة البدنية. بيتعلم في المرشح إزاي يجري المقابلة الشخصية، ودي من الحاجات المهمة جدا في أي عمل بنقدر نتولاه، وحتى طريقة عرض السي في الخاص بالمرشح. ده أحد الفنون في المقابلات الشخصية، إزاي يبقى عنده من الثبات الانفعالي والقدرة الذهنية على مواجهة المواقف ومواجهة المقابلات، ويعني القدرة على التعبير عن الذات. ده كله اللي بنقصده من التدريبات اللي بتتعلق باللياقة البدنية والذهنية في الفترة ديت. بتمنى طبعا لأولادنا وبناتنا المرشحين التوفيق، وبقول لهم انتوا يمكن من الأجيال المحظوظة، احنا ما كانش بيحصل معانا كده زمان، انما ده بيقول ان انتوا معلمين ان شاء الله يعني نتعشم كده هتبقوا من نوعية خاصة يمكن افضل مننا كمان. احنا في المرحلة الثانية لإعداد المعلمين الجدد على مستوى جمهورية مصر العربية في محافظة سوهاج، عندنا ما يقرب من 1,171 متدرب على مستوى جميع إدارات المحافظة، بندربهم في 39 قاعة تدريبية. أهم الحاجات اللي عملناها المرة دي إن احنا وزعنا القاعات التدريبية على مستوى الإدارات التعليمية كلها، يعني حاولنا نسهل على الناس إن كل واحد يتدرب في المكان الأقرب إلى محل سكنه. كمان برنامج التدريب المرة دي له طبيعة خاصة. أول يوم في التدريب كان إعداد لمهارات الولاء والانتماء للوطن، إزاي نعرف نواجه حروب الجيل الخامس وما بها من شائعات ومخدرات وكل الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية والاستخدام المفرط للتكنولوجيا بطريقة خاطئة. ده كان في أول يوم في التدريب. تاني يوم في التدريب الإعداد البدني أو التأكد من الإعداد البدني للمعلم عشان بما يسمح بأداء
أدائه وعمله بالطريقة المناسبة. ودي الحمد لله اليوم الثاني النهاردة يمكن في القاعة التدريبية اللي احنا فيها دي، في ملعب معد في المدرسة، كمان في خصوصية في اختبارات الإعداد البدني، يعني المعلمات السيدات أو الأنسات جبنا لهم مدربة مسؤولة عن الموضوع ده في مكان منعزل في ملعب خاص بنجيلة صناعية خاص باللاعب أو الرياضة. كمان الشباب جبنا لهم مدرب تربية رياضية عشان يقوم بإجراء الاختبارات التدريبية لهذا. ده اليوم الثاني. أما اليوم الثالث إن شاء الله باكر هيكون عبارة عن محاكاة لأسلوب التعامل، لفن التعامل أثناء المقابلات الشخصية، لأنهم هيتوجهوا إلى مقابلة شخصية في القاهرة إن شاء الله. فازاي ندربهم على كده، ازاي يتعاملوا، ازاي المعلم يتكلم صح، طريقه الحديث، طريقه الوقوف، طريقه الحركه، كله ده بيعد في اليوم الثالث ان شاء الله باكر. ومن جانبه اكد الاستاذ ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذيه ان هذه التدريبات تهدف الى اعدادهم للاختبارات البدنيه التي ستجرى لهم خلال الفتره القادمه، والتعرف على مهارات الاتصال والتواصل والثقة بالنفس والثبات الانفعالي وفنيات المقابلة الشخصية التي ستجرى لهم خلال المرحلة القادمة. من محافظة سوهاج كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة.